السلام عليكم متتبعي قناة إيمان تدري. اليوم إن شاء الله فيديو زوين مشوق. شكون فيكم كيعجبو يحل الكراتان اكتشاف الجديد؟ أنا عزيزة لي صراحة هاد النوع ديال لي فيديو فيه نوع من التشويق ممتع في نفس الوقت. الكرتونة ديالنا زعما من عند إنسان اللي أصلا كتجيب دي برودوي اللي مشوقين لي زارتيكل ديالو ولا زوينين، خديجة ماضيكم. المحل كاين في الوي إم حدا باراناوال حدا مدرسة طيب نهيمة نوفو. اول حاجه غنحل معاكم هي هاد الكرتونه، واول ارتيكل غنبدا معاكم به هو هاد البورت كيك. زوين صراحه البنات بزاف، تقدري تستعمليه حتى في لي سواري، الكاطو كبير، لي كيك، بزاف تاع الحوايج. المهم كيف ما كتشوفوا معايا هذه الرجيله ديالو انيقه، والعود ديالها ذهبي زوين. ممكن تستعملوها البنات حتى جات زوينه كبورت بوج لي بوفي. مهم كيف ما كتشوفوا اللون ديالها راه ذهبي زوينه البنات، واحد الذهبي ماشي مشعشع زوين صراحه، في الواقع تيبان شكل اخر. ها نتوما تقدروا هكا تحطوها غير فوق منها لو بغيتوا تبقاو تستعملوا ديك الرجيله كي قلت لكم، وتقدروا ديروا ليها ديفيسي، وها راه كاينين ديفيس معاها كيجيو معاها، انا غنشاركهم معاكم تشوفوهم. مهم كتفيزيوها من التحت، غتقدروا تستغلوها في بزاف د الحوايج اباغ زعما كو لو كيك، تقدروا ديروا فيها كيك ليكم لي سواري هكا بيتزات. مهم متنوعه، خديت منها دو. هذا هاد الفاخر البنات ديال الشيشه زوين بالنسبه للمبيخرات، كيشعل دغيا وما كيخليش لك ديك الريحه ديال الفاخر اللي كتكم عارفين كتخنق شويه. هما لي فيس لي قلت لكم كتفيسيو بهم، انا صراحه ما استعملتهمش، خليتها هكداك نحط فوق منها. ولو مومون اللي بغي نخدم بها كرجيله بوحديتها وهذه راه هانتوما ساهل، فيها الثقيبات كتخشي دوك لي فيس باش كتشد. المهم هذا ما كان بالنسبه للبنات. هذا دوزيام ارتيكل، يا ترى شنو فيه؟ انا نحلو ونكتشف معاكم شنو فيه الداخل. هادو دو بلاطو البنات، دو بلاطو ديال الرخامه كيمشيو جوج، هانتوما كيف ما كتشوفوا في الدوغي حتى هما كيمشيو معنا في نفس لو طيب. تقدروا تستعملوهم لا ديكوراسيون، تحطوا فيهم مثلا بيخره ولا البخور ديالها، وتقدروا كذلك تستعملوا فيهم ديكورات، تقدروا كذلك الحلويات. مهم متنوعين، هما ما تقالش بزاف، هادو خفيف شويه ماشي زعما ماشي ديال البراد والكيسان وشي داكشي خفيف، ماشي ديال. وهادو بريقات ديال الابتياع، كاليتي زوينه، واحد الدوغي فيهم زوين. هانتوما انا نوريكم فيهم جوج الالوان كيف ما كتشوف. انا صراحه خديتهم، هما تقدري ديري فيهم كتحطي فيهم اي حاجه مالح شي حاجه، ولكن انا خديتهم قبل واحد الفكره اخرى. عندي واحد المبيخره في النواغ، وحتى داك العود اللي خديت نواغ، قلت انا علاش ما نستغلهاش كديكور، نحط فيه بحال شي بلاطو، نحط فيه هذيك المبيخره ديالي. ها انت هذه سورتو هاد النواغ عجبتني، هذوك البيضين خديت جوج، وهاد النواغ خديت غير وحده كي قلت لكم على حساب ديك المبيخره اللي عندي في النواغ. هانتوما هادي المبيخره، شفتوها كيفاش دايره، فيها واحد النواغ وفيها واحد بحال ماشي دوغي، داك الاحمر، داك النحاس الاحمر. هانتوما انا غنقادها في هذاك الوريقه ديال البديع، وغنوريكم كيفاش جا الشكل النهائي ديالها هي والبخور والمقيبط. هانتوما ها البخور، هذا المقيبط ديالنا. صراحه عندها البخور انواع بزاف، كنت خديت من عندها واحد الشكل اخر دغيا كيكونسوما غير صغير، ولكن هذا زوين. هاد الحكبه دا كيبقى لكم كيدي لكم مده، وزوينين صراحه. هانتوما كيف ما كتشوفوا انيق حتى في الحطاق، ملي كتحطوه مع البيخره كيجيو، الرائحه ما نقولش لكم، الريحه ديالو فنه. انا غادي نقاد معاكم الحطه وتشوفوا معايا وقولوا لي رايكم البنات. هانتوما كيفاش جات انيقه صراحه. انا هادشي اللي جاتني فكره باش حطيت باش خديت هاد الوريقه، شتو كيفاش جات؟ ما تنساوش البنات شاركوني ارائكم في لي كومونتير، وقولوا لي كيفاش جاتكم الفكره، وما تنساوش ديروا جيم وابوني البنات، وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي.
هادو تاهما زوينين، هاد الشكل اوفال كيجي حتى مع دوك الوريقات البيضين. تقدروا تمغيهم حتى مع النواغ ماشي مشكل. مهم خديتهم على وديت هادو، حتى الله ما تستعملوا فيهم زوينين الملاح هكا الزيتون زبيده. مهم نتوما افكاركم راه تبارك الله كاين ما يدار، خاص غير ما نحطو خاص غير ما نوجدو بالحق. ان شاء الله كلشي هادشي غنشاركو معاكم في وصفات. كي قلت لكم ما تنساوش البنات جيم وابوني باش يوصلكم دائما الجديد وتشجعوني ونبقى معاكم ان شاء الله في استمراريه. راه في حقيقه التشجيع هو اللي كيخلينا البنات باش نزيدو نعطيو ونزيدو نبحثو على الجديد. راه صراحه هاد التصوير راه متعب حقيقه باش انك تجبدي كلشي بالحاجه انت راه تتخلى تتبغي تستعمليها، ولكن ملي تصوري خصك تجبدي كلشي لا ديطاي ديال الحاجه. هادو زوينين ديال الزاجة البنات، عندهم الغطا ديالهم هاد اللعيبة حتى هي عندهم الغطا، عنده واحد اللعيبة من الفوق بحال دويكير تيتشد هو بالفيس. هانتوما شتي تحطو فيهم لي شوكولا، تحطو فيهم التمر هكا الحلوى، المهم باش زوين تيتغطاو فهمتي. تحطوهم تخليهم مغطيين كيمشيو دو اونصومبل كبير والمتوسطة ديالو. وهادو صراحة أنا البنات كوت كوغ، هادو عجبوني أنا مخلوش لي العقل. هادو دي طاس دايرين 25 درهم الواحد، زوينين واحد زاج كريستال قاسح وراقيين كيمشو للسخون والبارد. تقدرو تستعملوهم هاكا لي تيزان الكابوتشين أي حاجة، المهم السخون والبارد حيت الزاج ديالهم فغيمون نيت قاسح و فهمتي كتقدرو كيحافظو على السخونية وعلى البرودة. عجبوني انا بزاف هادوك صراحه. مهم دوزو لارتيكل الاخر، هادي مبيخره شكل اخر تاني. هادي كنت خديتها في النواغ، هادي البنات حيت انا عندي مبيخره كبيره بغيت هادو صغار دغيا ساهلين في الاستعمال. هاديك خليتها كديكور في الصالون. المهم هادوك تستعملي وتبدلي بيهم زوينين. نديرو الجديد باش نصورو معاكم حاجه زوينه وتعجبكم ان شاء الله. ها نتوما شفتوا كيفاش داير هاد الصفيره رائعه. هذه هي دارتها في باك، راه صراحه كانوا اثمنه زوينين. هاد المبيخره وبالبلاطو ديالها بالبخور بالملقط كامله كانت 149 درهم. لا واش 149، المهم واش 139 ولا 149. زوينه بزاف هاد البنات كانت دارت دي باك غزاله. يعني كنت صورت معاكم لي سولد اللي حطات، خديت انا من هادوك لي باك زوينين. هالبلاطو البنات اللي كيمشي معاهم، المهم كي قلت لكم هاد الباك كامل فيه البلاطو والمبيخره والعود والملقط كاملين كانت دايره ليهم 149 درهم. لا كانت دايره ليهم 139 درهم، 2800. شوفوا لي الشكل كيفاش جا الملقط والمبخور. البخور كانوا انواع بزاف، وهذا البلاطو رائع. غير هذا راه الثمن ديالو بوحدو راكم عارفين. هانتوما كيف جات هادو صراحه التنسيقات ديال خديجه الله يعطيها الصحه جاو زوينين. وهادشي البنات راه كيبغوا تحافظوا عليه، هادشي مهم ديما ما تقربوش للماء راك عارفين باش يبقى اللي بقى معاكم يدوم مده طويله. وهادو صراحه زوينين دويكرات، ها نتوما شكل اناناسات. شوفوا كي دايرين الشكل ديالهم البنات، واحد كي قلت لكم واحد لو دوغي زوين ما معيقش، ماشي داك الدوغي اللي كيب. شوفوا كيفاش تيجيو فيهم الكبيره والصغيره، دايره ليهم لي دو سولد 60 درهم. صراحه غير وحده كتاخذوها بالثمن. كي قلت لكم كانوا عندها هميزات زوينين ولي سولد زوينين. ها نتوما كيفاش كيجيو هذوك لي بلاطو ترخام، تقدروا تديروا معاهم هادو ديروا معاهم شي ديكور اخر، كانوا ديكورات اخرين. المهم انا هذا هو الشكل اللي عجبني وخديت. وهادو البنات هاد الزليفات مهم، هاد لي بول هادو دارتهم حتى هما باك مع هذاك البورت كيك اللي وريتكم في الاول. 6 ديال الزليفات كيمشيو مع داك البورت كيك. دارت لهم الثمن 150 درهم، 149 درهم. نتوما هادو هما التنسيقات اللي كانوا صراحه زوينين. حاولت ناخذ من لي باك من لي سولد باش نستافدوا، اكيد راه كلشي كيقلب على الحاجه زوينه وفي نفس الوقت تكون ثمنها ميزه. هادو كانوا البنات كيف ما كتشوفوا معايا مشترياتي من عند ماديكو. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، راه بنادم واخا عنده هادشي كيبغي جديد مره مره كيبغي يكمل يتول الطبيله ديالو. لا حطي حطه متناسقه،
حط دوغي، حط كل شيء دوغي، حط ارجونتي، حط كل شيء. المهم داكشي كيبقى متناسق كيف ما كتشوفوا معايا. كنتمنى ان شاء الله لا فيديو يعجبكم. ها هما دوك اللي قلت لكم، هذاك البورت كيك مع دوك الزليفات السته كيجيو رائعين في الحطه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الفكره ويعجبكم لي زارتيكل، ونكون قد فدتكم شويه وعجبكم هذا الشيء. بالنسبه لهذوك لي هذوك اللي مربعين بالغطيان ديالهم، الكبير 85 والصغير المهم كيمشيو لو دو ب 160 درهم، 160 ولا 150 ما عقلتش. هذوك الريشه هذوك الوريقات راه زوينين، اللي في البيض وفي النوار راه داير لهم سولد 20 درهم البنات رائعين، وهذوك الصغار 13 درهم. المباخره بوحديتها راه 75 درهم، ولكن وهذه 60 درهم، ولكن الا خديتو لو باك كامل بالبخور بالسابور بداكشي راه كي قلت لكم. شكرا لك خديجه على لو سيرفيس الرائع، راه كدير لا ليفريزون حتى للدار. والى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، وخليتكم على خير.